الـ if statement بالـ bash بتكون على الشكل التالي. خلينا نعمل برنامج بياخد رقمين و operation وشوف شو بده يجمع. فأول شي حقول له set input لـ x و set input لـ operation و لـ y. operation هي عملية و y. فأنا بدي أعمل x زائد y أو x ناقص y أو x ضرب y حسب شو بدخل اليوزر. فحقول له if كانت الـ operation بتساوي الزائد فحنطلع النتيجة اللي هي مثلا موجودة بزد. فحقول له set z equal x زائد y. فإذا كانت الـ operation هي عملية جمع تكون z equal هذا set z equal x زائد y بننقل له بالنهاية echo z أو the answer is z. نعمل run. هي بالفايل اللي هو 4.path حلو 4. دخل الرقم الأول 4، الرقم الثاني زائد الرقم الثالث 6، فقال لي الأنسر إز 4 زائد 6 لأنه نسينا نقول له arithmetic. نرجع نعيد المحاولة. نقول له 4 فحيقول لي قال له 4 زائد 7 فلي نتيجة 11. صح تمام. إذا قلت له 4 4 ناقص 3 فلي نتيجة هي 11. السبب هو الـ variable هون ضل محتفظ فيه لأنه الـ terminal أنا ما سكرتها، فهون الـ variable ما تصفر. فالمفروض أول شيء صفر الـ variable، مثلا دائما أنه يتصفر قال له set z equal 0. فهلا اذا جربت وقلت له حرن ال 4 قلت له 3 زائد 4 حيقول لي 7. هلا هون احنا في عنا ايرور انه هي بوز وليست مع اس بالاخير. هلا اذا برجع بقول له بدي رن الباتش 4 بدخل لك 5 ناقص 6 فقال لي انسر 0، او المفروض هو ما يطلع انسر مني بهالحالتين. طيب ممكن كمان هي سي ال اس انه انا بقى بدي اشوف اكثر من اوبريشن، فبدي ممكن استخدم else. ممكن الاف قد نفذ فيها اكثر من اكشن، مو بس سطر واحد. فاذا نفذ فيها اكثر من اكشن لازم حطها افتح قوس واعمل انتر بعدين سكر القوس. اذا هذا القوس المفتوح حطه تحت فبيعمل ايرور وبيقول لي انه في سينتاكس ايرور. لازم يكون القوس مفتوح وفي عندي هون سبيس، فهي الشغلات لازم راعيها داخل الباتش. هلا ممكن اقول له بكرر هي اربع مرات انه اذا كان ناقص، اذا كان ضرب، اذا كان تقسيم. فاذا كان ناقص اعمل ناقص، اذا كان ضرب ضرب الرقمين، وإذا كان تقسيم السمن، وآخر شيء طبع الأنصر. هلا فيني أرجع للترمينال ونفذ لي الباتش اللي هو forward path، بدخل له 3 زائد 4 فنتيجة 7. أرجع أقول له دخل لي 2 ناقص 1 فلي نتيجة هي 1. جرب كمان 5 ضرب 6 فالنتيجة هي 30. وجرب كمان 40 تقسيم 5 فالنتيجة هي 8.